نزل على السوشيال ميديا في جروب احدى، في جروب الستات يعني، في جروب الماميز يعني، بوست من ضمن البوستات لا ده منتشر على كل منتشر. انا الصفحات الفكره وعلى ان كل البوست ده الجروبات. لو حد يسمعه يقول لك اه ما انتوا اتكلمتوا في الموضوع ده قبل كده، بس حقيقه الامر احنا خلقنا من البوست ده حاجه عايزين نتكلم فيها. البوست ده عباره عن ست نزلت قالت ايه يا جماعه، هو الراجل بيحب الست القوية ولا الست الضعيفة؟ ده كان البوست اللي نزل، تمام كده؟ فكان ده السؤال. احنا فتحنا الكومنتس فيك بقى طبعا، لكن من اكتر والكومنتات القلشة كتير اللي عجبتنا جدا جدا جدا، قبل برضو ما نقول لكم احنا ليه فتحنا الموضوع ده، كانت الكومنتات اللي احنا هنقراها لكم. من ضمن الكومنتات دي ست بتقول يعني هو بيحب كل الأنواع وبيحب الستات عموما. ده كان رد مجموعة من الستات. في عندك حاجة تانية؟ يعني المشترك ان هو بيحب الستات، اه ده المشترك ان الستات شايفة ان الراجل بيحب كل الستات، كل انواع الستات، يعني البنات والفتيات والعذبات والمطلقات والمسنات والكبار والصغيرات يعني كله وكل حقيقي. تاء التأنيث يعني، وكل نون النسوة. هم الرجالة شايفين ان هو بالظبط، كده رجل الحاجة. عاشق للنساء، ده اللي ده اللي طلعنا منه في البوست. لا احنا بقى بس لا عملنا ايه؟ لا استني، في حاجتين قول مشترك بينهم غير ان هو بيحب كل الستات. مشترك تاني كتير، بيحب نفسه، بيحب نفسه بس، يعني الستات برضو طبعا. انانه شايفة الرجالة منتهى والله، لازم يعملوا لي الأنانية تمثال. أو كامل انا الأنانية. لازم حد يعمل لي الحاجة اي التالتة حد. المشتركة بينهم بيحب الأكل، وفي حاجة كمان مشتركة بينهم، بيحب عكس اللي معاه ويتجوزها ضعيفة بس يحب القوية القوية. يحب وأحيانا يتجوزها سمرة ويحب البيض، يحب يتجوزها طويلة القوية يحب اللي عاملة القصيرة. نفسها ضعيفة، وبيحب كل الأنواع. وفي حاجة اللي هو بيحب الست الصعبة اللي يعني لغاية ما يجيبها. وممكن بصي احنا يفضل قلنا حبيبها كلمة، أو ما احنا في يحبهاش. الاخر خالص برضو ما قلنالكوش الغرض من اللي احنا عملناه. احنا لما لقينا كده ولقينا الراجل الحبيب لكل انواع الستات، وان بالنسبة له فكرة الست هو ده الشيء اللي مش عايزين بينجذب له نعمم الرجل. يعني، ده عموم الستات شايفة كده في عموم الرجال، ما بس انا ممكن بقول ما يبقاش ده حقيقي يعني. طبعا يعني هو يعني المشكلة ان الستات شايفة كده. البيبي اللي لسه مولود واللي لسه الام حامل، هم دول الاحتمالات لا لا يكونوا لا فيهم، مش للدرجة دي ويعني يعني. يعني في احتمال رجالة، لا لا في شبهة انه ما رجالة، يبقاش زي لا لا في الرجالة رجالة الموجودة. رائعين لا ينطبق عليهم انا ما اللي شفتش، الستات هؤلاء الرجال شايفين انا ده. ما شفتش، ولكن إن شاء الله اتمنى ربنا يكرمك ان وانتوا شاء فيهم. الله. تمام، العفو يا استاذ احمد، انت منهم برضو، ما تعيش في الدور. المهم مش هو ده موضوعنا، موضوعنا ان احنا قعدنا نفكر طب يا رب طب نعمل ايه، طب تعالوا نشوف ونختبر بجد بجد بجد، يمكن نكون احنا مأفورين. هو الراجل ممكن يبقى عايز ايه في الست من صفات يحبها؟ يعني لو اتواجدت هذه الصفات، فاكتشفنا احنا طلعنا بخمس، خمس صفات لو الموجود ده من في الست، الراجل مش هيقدر ما يحبهاش. أول حاجة حسب الدراسات طلعتها المدح. الراجل بيحب طول الوقت إن أنت تغذي فيه حماده حلو، كل العناصر حماده تايم، ايه الحلوة. الجمال يعني ده؟ هو بيحب طول سكر الوقت، سكر 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 يا اختي يا اختي. يعني هو بيحب الكلام الحلو، بيحب الامتنان، بيحب. لا لا وأعتقد خلينا إن بحاجة دي واحدة في صفة المدح، إنسانية. يعني طب ليه الست ما بتحبش المدح؟ الست لا بتحب مدح لأن انت هي ما أصلا تحبش المدح. مصنوعة من الجمال. أبا بقى المدح طب بيبان خلاص في عيون ليه الرجال كتير انكره على وإحنا من غير ما الراجل؟ تتكلم، لكن الراجل ليه فكرة إن انكره على هو، الراجل؟ لا فكرة إن هو ده من النقط اللي ترضيه شخصيا. يعني انا ممكن امدحه لو هو فعلا شكله يستحق، يعني امور يا حبيبي ايه التيشيرت الحلوه دي، ايه لا القميص ما هو الحلو ده. المفروض يبقى لا في عينك هو مش كده، عايز كده، هو عايز مدح هو لابس البيجامه الكاستور بسببه. والفانيلا والفانيلا حلو الفت، برضه، وتقولي له قمر، حلو. هو قاعد حافي في البيت عايز وطالب كوبايه شاي. انت اللي بطانه انك اقول سايباه له حافي في البيت. اقول له هو كوبايه عايز. الشاي لاجمل راجل شفته في حياتي. طب عارفين امال نوعيه هتفرحي لي الحوار؟ ايه لما تقولي الكلام ده؟ المهم الراجل عايز مدح بسبب
او بدون سبب، عايز طول الوقت تقولي له انت المنجز، اه انت المنقذ، يحلق انت يجي الفارس، من انت عند الحارس، الحلاق. انتوا انت عارفين الرجاله اول ما بتيجي من عند الحلاق بتبقى معالمها مش واضحه، يعني تحس ان وشه اتلخبط. لا في ليه اليوم وشه ده بيتلخبط كده؟ لان هو لسه ما اخدش ما ظبطش مع الحلقه، فبيبقى شعره قصير شويه، يعني وممكن يبقى الموضوع شكله لا، مظبوط. يعني هو عاده معظم الرجاله ما بتبقاش مظبطه، كل الناس عارفه كده في اول يوم حلاقه. لكن انت اول يوم حلاقه لما جوزك يرجع لازم تقولي له قمر. انا ما شفتش حلاوه اكتر من كده بجد. الراجل عايز طول الوقت، طول ما انت ماشيه جنبه او حواليه قولي له انت اجمل راجل في الدنيا، شايف انت مهنيني. على فكره المدح مش في شكله بس، انا سعيده، انا متهنيه، انا مش محتاجه حاجه، وانت طب وما اصلا ما اولا بتفتحش بقه. لو انت تقدري وعندك طاقه نفسيه وهو يستاهل ان انت تقولي كده اعملي كده، ثم لو انت ما هو في تقدريش راجل استني يستاهل بس، ان انا اعمل كده طول اه الوقت في بس لو طول انت الوقت؟ ما هو تقدريش الانسان مش مرنش؟ لازم طول الوقت، يعني طول ما انا الوقت بني دي ادم برضه. لا، طول الوقت دي ممكن يبقى اه فيها طبعا مبالغه شويه، اكيد. بس يعني اغلب الوقت خلينا بس اه انا نقول دلوقتي لو مستحق، لو هو لو امور انت ما عندكيش امور يا الطاقه، روحي. ما هو الامور ده من وجهه نظرك، ما دي حاجه نسبيه، ايوه يا ماما انا بكلم جوز الامور الروح بالنسبة عاجز على الرجال التانيين. انا لسين مالي، غير شين غير، انا بكلم في أيوة جوزي ان هو أيوة. أنت ممكن ما يكونش اتجوز حد امور، بس ما انا هو لو اقول مش له انك عاجبك أنت امور. اتجوزتي لي، ما أنت شايفاها ما أمور عشان ايوه كده هو بقى جوزتيلي. طالب مني ان انا طول الوقت، او الرجل يعشق المرأة اللي طول الوقت تقعد تقول له يا اختي كمان روحي امور. وماله، ما أنت بتعرفي تقولي أهو قولي، بس لو ما بتعرفيش تقولي أو ما عندكيش خلاص بقى القدرة أو نقلبها ما جنيه أنتش سترنا. عايزة تقولي، احنا بنديكي على كل حال اه مفتاح نقط. رجاله بغض النظر طيب احنا غير موافقين المديح ولا لا. ايه استني تاني يا بس، سوسو؟ لو انت ما تقدريش تعملي ده ما تهدمهوش، وانت ما تهدمهاش برضو، يعني لو انت ما تقدرش تمدحها، يعني فكره الهدم والنقد وان انت طول الوقت تقولها انت خايبه، ولا انت تقولي له انت كذا، ولا تقارنيه بحد، ولا تقارنها بحد، يعني في الحالتين ايوه احنا انت دلوقتي بنقول بتدمر نفسيه اللي قدامك، وبتخلي رصيدك عنده صفر، تمام. راجل او ست. احنا دلوقتي بنقول الصفات اللي اتفق عليا اتفق الطب عليها النفسي العلماء والدراسات النفسيين المدح. اكتر حاجه بيعشقها الرجل، لان احنا نفضل مأمنين عليه في البيت، يعني ما يحسش ان هو محتاج يغير لا جو ولا المكان او الشخص اللي قدامه. قال لك ايه بقى تاني حاجه؟ ان ودي نقطه انا متفقه معاها فيها، ان لازم تحسسيه دائما بان الراجل بيحب يحس من قبل الست اللي عايشه معاه ان هي واثقه فيه، وان هو الحيطه السد والامان في حياتها. طبعا هو في احلى من الثقه والامان. آه فيروز لما تقول عندي ثقه فيك، تسمع هي اغنيه عندي ثقه فيك وتدي لها دي طاقه علشان هو تحسسه ان الثقه والامان في وجوده، لان ده احساس مهم جدا يعني جدا لكل راجل، ان الست اللي معاه مطمنه في وجوده، احساس مهم كمان للست. يعني احنا لما نعمل ايه نحجبه يعني؟ ان هي تبقى يعني اصل انا فكره واثقه، الثقه، طب واثقه من تصرفاته ماشي، ده طب لو انا بيعزز مش واثقه من تصرفاته اعمل احسسه برضو ان انا واثقه من تصرفاته عشان هو يبقى راضي عني؟ طب تجاهلي. بلاها يا مفيد، سيبك آه الثقه، لو تقدري الامان بقى. تتجاهلي تجاهلي، هو انا لو ده مش الشخص محقق لك الثاني. الامان برضو، انت اتجوزتيلي انا احس زي ان انا حاسه معاه بالامان، اعمل ايه ما يعني؟ تتذمريش، ما تقارنيش، ما تطلبيش طلبات كنبه يعني؟ قولي تعجزي. كنبه، ليه كنب؟ قولي ليه كنبه ليه يعني. على فكرة، يعني انت يعني عايزانا ابقى لا اتذمر ان انا الكنبه ما وما اكسرش تتذمرش؟ خاطرك، دي عبادة بالظبط، هي زي جبر اه يا الخواطر ماما بس. انا ما يعني هكسرش، انا ما بقولش، لكن انا بسالك انت دلوقتي. الراجل بيحب الست انها تحسسه ان هي حاسه معاه بالأمان، بالامان، اه فانا بسالك انا اعمل ايه عشان احسس الرجل اللي قدامي ان انا حاسه بالامان؟ اقنعي نفسك ان انت حاسه بالأمان، لا مش من غير ما اقنع، تصدقي يعني ايه معنى كده؟ لازم لو تصدقي. انا مش ما حاسه هو بالامان اصل اقنعه انت لو بالامان؟ مش حاسه بالأمان، ده انت فيك قوي، الحاجه بقت فيك قوي، لا، لو مش حاسه بالأمان وتقدري تخرجي مش من هكمل العلاقه معاه دي، ما تكمل، اه صح؟ اخرجي، لكن ما تبقيش لكن طول الوقت لا، حاسه ده هو ان انت عايزني طول الوقت مهزوزه. احسسه ان انا ايوه يا لو ده هو علي. لو اه لا مش ممكن. لازم كده، لا دي طب اقول له مبالغه ايه؟ شديده. اقول له ايه؟ على طب فكره احنا ممكن اردد كلام ايه؟ طيب ننتقي كلام حلو، مش ماما لازم ما فيش المفردات ست بتقول يا بعلي الكلام، بس اردد اقول له ايه عشان احسسه ان انا حاسه شكرا معاه؟ انك موجود في حياتي،
اي حاجه بسيطه يعملها زي ما هي، برضو اي حاجه بسيطه لا تعملها. احنا مش هنتكلم في الستات المفروض بس، ايوه احنا بنتكلم انت المفروض هما مطلوب مني الاثنين. يا استاذه سهير ان انا ميرسي اقول له قوي، كل يوم شكرا الصبح قوي. شكرا ان انت موجود في مش حياتي. لازم، مش لازم كل يوم الصبح، بس في المواقف لما يبقى في حاجه. يعني يا جماعه الكلمه الحلوه دي حاجه مهمه جدا اوكي. جدا، والاحساس الحلو ده مهم جدا. تالت حاجه تصدقوا هما، الاخلاص. اشرحيها لي بقى. مش تالت حاجه الاخلاص، هو رابع حاجه الاخلاص. طب في قولي تالت عشان حاجه الوضوح في التعبير. ايوه احكيها لي بقى دي. الوضوح في التعبير دي نقطة مهمة جدا، لأنها بتكون سبب اختلافات وخلافات كتير مش دي جدا، اللي هو سوء قصده الفهم وسوء الظن لما يقول بين لي مالك الراجل اقول له والست. مش طايقاك، لا، الست ما اقولوش اتعودت. مفيش. لا هو دي قصدك الوضوح، الوضوح في التعبير، ان هو قصدهم يقولوا ان انا لما هو يقول لي مالك انا اقول له ما تقوليش متضايقه منك، لكن ما بس اقولوش بس ما بس اقولوش تقوليها مفيش. بس تقولي اه ما تقوليش ما فيش، وما تقوليش ما دي تعمليش، انا موافقه، لكن بس لما تقوليها الوضوح ازاي؟ يعني تقوليها ازاي؟ يعني قولي لي مثلا انا اقول له ايه الست منك دلوقتي، منك. الست يا جماعه ذكائها العاطفي بيتطور اكتر بكتير من الراجل، ايوه فلازم انت تبقي عارفه ان انت ذكائك العاطفي اعلى وبينمو اكتر، فتقدري ان هو، لان انت بتتعاملي مع الاطفال، لان انت بتتعاملي مع الحياه، لان انت بتعملي ايوه مسؤوليات اعمله يا كتيره عملها. في انا نفس دلوقتي الوقت. متضايقه منه وانتي قدري قلتي انه لي ان هو بيحب مش انت بتعرفي، الوضوح في مش التعبير، انت ما قالوش بتعرفي لما يسالني اي مالك ام ما لبسش بتعرف هدوم ابنها زعلانه ولا مني. المفروض بنتها زعلانه منك. عايزه ايه من غير ما الولاد يطلبوا. ايه انت استاذه ولادك بتعرفي هم عايزين ايه اي من ذيس غير؟ بيبي. مش، ما هو انت عشان واوقات لما بيعدوا سن معين، خلي من بالك، لما بيعدوا سن الرجاله، الرجاله البلوغ مختلفين وكده، لا والله. ما بيبقاش لا ساعات لا، عارفه هم الرجالة بيقولوا ايه. مختلفين جدا عن الستات، طريقة تفكيرهم، القدرات اللي في المخ بصي مختلفة عن انا فهمت، الستات. انا فهمت ان احنا ما نقولش لما يسالني مالك اقول له هو ده الوضوح، وما اقولوش زي ما احمد بيقول لي الاهتمام ما بيتطلبش. ولما المرأة عايزه اخرج اقول له ما تيجي عندها نروح قدرة نخرج. على قراءة الاحتياجات العاطفية أكتر من الرجل. ولما يبقى في شغله او ابقى مثلا عايزه اعمل حاجه اما اقول له تتوقعيش ان هو هيفهم هيبقى لوحده فاهمها. ويحس لوحده، وتقولي الاهتمام ما طب بيطلبش ينفع والحاجات لما دي. عايزه فلوس اطلب ولا بلاش؟ لا، تطلبي اطلب بس الطريقه اللي تطلبي بيها الطريقه والتوقيت. ما اخدش على طول. اطلب اطلب ازاي يعني؟ ازاي؟ ما هي يعني ما الطريقه اللي الراجل يديني فيها الوضوح فلوس؟ على فكره، لا انا عايزه بس طريقه هي الطريقه لما اطلب، والوقت. لما احنا كستات نطلب. انا محتاجه، او احنا محتاجين، الولاد محتاجين، لا من هو ممكن لما يبقى انا معاك عايزه اقول له فلوس. انا محتاجه انت محتاجه، ممكن اشتري حاجه جديده. لو انت يقول لي ليه عندك، لا هل عندك اول فائض سؤال. ان انا محتاجه كذا، هل تقدر، انا محتاجه كذا، هل تقدر دلوقتي ولا امتى يبقى مناسب؟ فقال لي، لا، مش قال لي لازم خليها يبقى انت خناقه شايفه ولا الدنيا صراع غلط. طب انا اعمل ايه؟ وماله. قولي له خلاص، لما يبقى يعني يا ريت تحطها في اولوياتك، لما يبقى عندك، لما يبقى ده متاح. تبقي طيبه، انا عمري ما هبقى طيبه، خليكي علشان طيبين. كده المراه يعني ليه ما طبعا تبقيش، طبعا ليه ما هي تبقيش الفكره ان طيبة؟ احنا نعاملهم، بس هي الفكره ان دي معامله اطفال في وجهه نظري سويه. يعني انا مش متجوزه طفل، طب خلينا الحياه نقول ابسط من ان كده. احنا